السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته الفعلية أنه اعتكف وواظب على ذلك حتى لقي الله، والاعتكاف سنة فاضلة، وحكمته تذكر الموت والانفصال عن الحياة الدنيا وحصر الإنسان نفسه على الطاعة والعبادة، فيلازم مكانا في المسجد لا يتعداه، ويستشعر كأنه في قبره قد انقطع أمله عن الحياة الدنيا وانفرد بربه سبحانه وتعالى، وأنه أتيحت له فرصة لا تتاح لأهل القبور، وهي أن يقدم لنفسه فيجتهد في الطاعات والقربات بأنواعها، فيقسم الوقت بين صلاة وقراءة القرآن وأذكار، ويجتهد في ذلك ولا يخرج من مكانه الذي عكف فيه في المسجد إلا لضرورة كالخروج للخلاء أو للطهارة أو نحو ذلك. ويكره اعتكاف الإنسان غير مكفي، فإذا كفي الإنسان طعامه وشرابه ونظافته وصحته فإنه يسن له الاعتكاف، أما إذا كان غير مكفي فلا يسن له الاعتكاف بل يكره له. وقد ذكر الله الاعتكاف في كتابه مع آيات الصيام، فقال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وذكره في المسجد الحرام بالخصوص، فقال: أطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. واختلف أهل العلم هل الاعتكاف مختص بالمساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، أو هو عام في كل المساجد؟ والراجح أنه عام في كل المساجد، لأن الله قال: وأنتم عاكفون في المساجد. ولكن إذا كان الإنسان تجب عليه الجمعة فإنه لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجمعة، لا يقتضي ذلك خروجه إلى الجمعة إذا كانت ستأتي في فترة اعتكافه. وأفضل الاعتكاف أن يعتكف الإنسان 10 ليال مع أيامهن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان. وقد اعتكف أولا 10 الأوائل، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلبه أمامك. فاعتكف 10 الأواسط فأتاه فقال: إن الذي تطلبه أمامك. فاعتكف 10 الأواخر ولم يزل يعتكفها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يختص الاعتكاف برمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات رأى كثيرا من الأخبية قد بنيت في المسجد، فسأل: ما هذا؟ فقيل: أمهات المؤمنين. وكنا يرين خباء يقام لي سودة بنت سمعة رضي الله عنها، فأردنا أن ينافسنها في الطاعة، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك بسبب الغيرة، فقال: آل بر ترون بهن. فلم يعتكف في تلك العشر حتى كان في شوال، فاعتكف منه 10 أيام. واختلف في أقل مدة الاعتكاف، فذهب مالك إلى أن أقل مدة الاعتكاف 1 ليلة، أي 24 ساعة يجمع الإنسان بين الصيام والقيام فيها. وذهب الجمهور إلى أنه يمكن أن يكون أقل من ذلك، وعند مالك ما كان أقل من ذلك عبادة أخرى تسمى المجاورة وليست هي الاعتكاف، والمجاورة أيضا سنة، وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نذر أن يجاور ليلة عند الكعبة، فأمره أن يفي بنذره. والمعتكف أحكامه أن يبقى في طاعة، وأن يكف سمعه وبصره وجوارحه، وأن يغض صوته أيضا كأنه في قبره، وأن يبقى عليه خشوع الاعتكاف طيلة اعتكافه، وأن يبقى في ذكر وقراءة القرآن وصلاة، ويلازم مكانه في المسجد لا يخرج منه إلا لضرورة
وإذا خرج لضرورة فيبقى على هيئته في اعتكافه من الخشوع وغض البصر وغض الكلام والسكينة والوقار. وإذا أراد الإنسان أن يعتكف في المسجد فليتجنب استعمال الهاتف، فكثير من الناس ينشغلون بالهواتف كأنهم في بيوتهم، وأهل القبور ليس لهم هواتف، فلذلك لا بد أن يستشعر الإنسان ذلك وليجتنب استعمال الهواتف لما تضيعه من وقته الثمين، وليجتهد كذلك في أن لا يشتغل بالكلام مع المعتكفين. وكثير من المعتكفين الآن في هذا الزمان يشتغلون فيما بينهم بمناقشة قضايا ليست من صلب الاعتكاف، فلا ينبغي الاشتغال بها. وللإنسان أن يقطع الاعتكاف لسبب من الأسباب، كما إذا مرض من يتعين عليه القيام بشأنه كولده أو والده، وكذلك إذا توفي له من إذا لم يحضر جنازته وأثر ذلك، له أن يقطع الاعتكاف حينئذ حتى يحضر الجنازة أو يعود المريض ثم يعود إلى معتكفه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف معه أزواجه أمهات المؤمنين، وقد اعتكفن بعده فاستمر اعتكافهن رضي الله عنهن. فالاعتكاف سنة للرجال والنساء معا. والذي يقوم على المعتكفين وينفق عليهم له أجر عظيم جدا في خدمتهم، فله أجورهم مع زيادة فضل في الإنتاج والإثمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في المسجد يلازمه وهو شاب من الأنصار، فقال: من ينفق على هذا؟ فقيل: أخوه. فقال: أخوه أفضل منه. دل ذلك على أن من يقوم على المعتكفين عبادته أفضل من عبادة المعتكفين، لأن نفعه متعد، وما تعدى نفعه من الطاعات أفضل مما قصر. وإذا كان الأخوات يحضرن الطعام والنظافة وغير ذلك من ما يحتاج إليه المعتكفات والمعتكفون، فإنهن يحصل لهن هذا الأجر، ومع ذلك لهن لا يحرمن أنفسهن من الاعتكاف ولو وقتا يسيرا، حتى على مذهب جمهور أهل العلم إذا دخلنا المسجد فيقولن في أنفسهن: نويت سنة الاعتكاف. ويدخل الإنسان الاعتكاف مدة بقائه في المسجد ثم يخرج منه إذا أراد، إذا اقتضى عمله ذلك. والأفضل في الاعتكاف أن يعتكف الإنسان، أن يدخل المعتكف قبل غروب الشمس بقليل حتى يكون قد احتاط لليلة. فإذا كان سيعتكف العشر الأواخر من رمضان يدخل يوم 20 قبل غروب الشمس. والأفضل أيضا أن يستمر في اعتكافه حتى يصلي صلاة العيد فيبيت ليلة العيد في معتكفه، هذا أفضل وليس لازما لكنه أفضل فقط. وإذا لم يدخل الإنسان قبل الغروب فالأفضل له أن يدخل بعد صلاة قبل صلاة الفجر، عند أذان الصبح قبل طلوع الفجر حتى يحتاط اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح العمل، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يستجيب دعاءنا ودعاءكم، ويحقق رجاءنا ورجاءكم، ويستجيب دعاءنا ودعاءكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.